أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من موقع ألترا عراق، ونقرأ فيه مقالا بعنوان الدولة العراقية دولة بأي معيار للكاتب رعد أطياف، يقول فيه: لا يمكن الاستقرار السياسي طالما يتحول مستقبل البلاد إلى عرضة للعبة قمار مجهولة النتائج. ويضيف الكاتب: المعادلة الجديدة التي أضحت من المسلمات في العراق، كلما ازداد معدل الثروة الوطنية ازداد معها عدد الفاسدين واللصوص. الدولة التي تشترى فيها المناصب السياسية بأموال طائلة، والمؤسسة العسكرية الوطنية لا تمتلك الصلاحيات الكاملة لحق احتكار العنف، حدودها قابلة للاختراق من الدول المجاورة في أي لحظة تشاء هذه الدول، مثل ما تفعلها إيران حين تضرب كردستان العراق بحجة تجسس الموساد. ما يحدث في العراق هو مقامرة من النوع الذي لا يجيدها، وأنت كما ترى مضى على هيمنة هذه النخبة السياسية أكثر من عقدين ولم نعثر على مؤشرات واضحة لبناء مؤسسات الدولة. المؤسسة الصحية تشكو من قدم بناها التحتية، والنظام الصحي في العراق لم يعد كسابق عهده حتى لو تراكمت الثروات الطائلة، والنظام التعليمي يوماً بعد يوم يتحول إلى مكائن عملاقة لطباعة الشهادات، والواقع الخدمي أشهر من أن يوضح في عبارات، والفساد الإداري والسياسي أضحى مضرباً للأمثال لدرجة عدم اهتمام أصحاب القرار بهذا الوباء المرعب، كما لو أنه أصبح جزءاً من السلوك اليومي. شيء غريب حقاً، ثروات طائلة دخلت البلد بفضل النفط، يقابلها فساد كوني مهول يتصدر العراق فيه قائمة الدول الفاسدة. هل يمكننا الآن أن نكتب بيقين لا يشوبه شك هذه المعادلة التالية؟ كونها أضحت من المسلمات في العراق، كلما ازداد معدل الثروة الوطنية ازداد معها عدد الفاسدين واللصوص. ومن صحيفة طريق الشعب نقرأ مقالاً بعنوان النخب والوهم الزائف للكاتب جاسم الحلفي، ويقول الكاتب عن حالة الغضب الشعبي التي عمت إثر خروج العراق من كأس آسيا. يقول الكاتب: من دون الخوض في تفاصيل المباراة ودور الحكم وقدرات الفريق الدفاعية وغير ذلك، تشعر وكأنهم فقدوا فرحة كانوا يحتاجونها ونصراً كانوا يتمنونه، كأن الفوز الرياضي هو طوق نجاتهم من واقعهم المعيشي المزري في ظل الانقسام الطبقي الحاد واتساع الفجوة المعيشية بين القلة المترفة من النهابين ووضعهم المخملي وبين المنهوبين المكبلين بالحرمان. فإن النخب مما يحصل ما يؤسف له هو موقف الصمت هذا الذي أصبح سلوكاً تمارسه النخب العراقية، حيث لم نشهد لها موقفاً يبين عدم قبولها بالسياسات التي جعلت العراق متأخراً يستفحل فيه ثالوث التخلف رغم ما يمتلك من موارد وأموال، إذ تتصاعد فيه نسب الأمية والفقر والأمراض. وشكل هذا إلى جانب الفساد والطائفية السياسية أحد مصادر ألم العراقيين المتطلعين إلى رؤية بلدهم يتقدم في خطوات واثقة نحو أي نصر. لم تدرك النخب اندفاع وحماسة العراقيين وتأهبهم لمساندة أي إنجاز يمكن أن يتحقق على أي صعيد، ومن هذه الزاوية وبناء على فواعل أخرى جاءت مؤازرتهم للفريق العراقي وهو يخوض المنافسة الرياضية على كأس آسيا، وجاء غضبهم حين خرج الفريق العراقي من المنافسة أمام منتخب الأردن. أن من واجب النخب الإمعان في التفكير في مغزى الخيبة الشعبية ورد الفعل على خسارة لعبة على كأس فيما لا تجد رد فعل مناسباً على الصعيد الشعبي تعبيراً عن الغضب من خسارة المليارات المنهوبة،
هناك غضب شعبي عارم من قرار حكم أفسد مباراة، فيما غاب أي نوع من الغضب على إفساد مؤسسات دولة بكاملها. وجهة نظر تستحق الإمعان بها طويلاً. الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط، وفيها نقرأ مقالاً بعنوان محور التخليات. يقول الكاتب: لم نكن نعلم، وهو الكاتب مصطفى فحص يقول: بعد أقل من 24 ساعة على عملية الطوفان الأقصى، أعلنت واشنطن أنه لا دلائل على تورط إيران المباشر في العملية. حينها التقطت طهران إشارة أصدقائها في البيت الأبيض بأن إعفاءها من المسؤولية عما حدث أمر ممكن إذا حافظت على سلوكها ومسالكها وألا تتجاوز خطوط واشنطن الحمراء. بعدها بأيام أرسلت طهران وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إلى عواصم خليجية فاعلة في رحلة تخليها. ولم تكتفي طهران بمعادلة لم نكن نعلم، بل فرضت على وكلائها عدم الانخراط المباشر في المواجهة، أي أنها تخلت سريعاً عن الاستراتيجية الخاصة بوحدة الساحات. وهذا يعني أنها ليس فقط تركت حركة حماس وحدها تقاتل في غزة، بل يعني أنها تخلت عن مشروع تحرير فلسطين. فجأةً ألمحت طهران بأن الحرب في باب المندب تؤثر سلباً في علاقتها بالصين والهند، وانتبهت أن قرار واشنطن بمعاقبة جماعة الحوثي قد يؤدي إلى تراجع نفوذها في اليمن. لكن الطامة الكبرى جاءت من العراق في خطأ فادح بالتقديرات، بعدما أدى هجوم بمسيرة على الحدود العراقية الأردنية السورية إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وجرح أكثر من 30. هنا أدركت طهران لحظة الحقيقة، فقامت من دون أي تردد بإعلان براءتها مما فعله ما يسمى بالمقاومة العراقية في هجوم 22 يناير كانون الثاني 2024. وحتى هذه المقاومة قامت بتبرئة طهران من فعلتها، وأصدرت بياناً أعلنت فيه وقف عملها ضد المحتل الأمريكي. شعار جوهري رفعه المرشد المؤسس آية الله الخميني، وهو لا يحتاج إلى ترجمة للعربية حتى يفهم وكلاء إيران معناه. يقول الخميني في إحدى خطبه: حفظ النظام واجب الواجبات، وطهران بهدف حفظ نظامها مستعدة أن تتخلى عن أتباعها كافة لتحقيق هذا الهدف. وهذا ما أشار إليه ويليام بيرنز مدير CIA في حديث قال فيه: النظام الإيراني مستعد للقتال حتى آخر وكيل إقليمي لديه. نشرت صحيفة ديلي تيليغراف تحقيقاً قام على أدلة بصرية حول الحدود الجديدة لإسرائيل مع غزة. وقالت ناتاليا فاسيليفا وروبرت مينيديك معدة ومعد التقرير إن إسرائيل تقوم بتنظيف مساحة كيلومتر مربع للمنطقة العازلة داخل قطاع غزة لكي تنشئ حدوداً أمنية تؤدي في النهاية إلى تقليص مساحة المنطقة الفلسطينية. وبحسب الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية، فإن أكثر من 1000 بناية دمرت حول المنطقة المقترحة منذ 7 أكتوبر، وكانت الدول الغربية الحليفة قد حذرت إسرائيل من المنطقة العازلة. ونفت إسرائيل أنها تقوم ببناء منطقة أمنية، مع أنها اعترفت بتنظيف مساحات قريبة من الحدود. وتقول الصحيفة إنها شاهدت بالعين المجردة الدمار الشامل في زيارة قريبة للمنطقة. وأخبر الجيش الإسرائيلي الصحيفة أنه دمر البنايات التي اكتشف أن فيها وجوداً لحماس. وكشفت الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية عن هدم مئات البيوت وتسوية حقول زراعية وبساتين بالأرض ومنشئات خدمية مثل المدارس والجوامع التي هدمت بالكامل. وتظهر مناطق حضارية عمليات هدم وتسوية تمتد على مساحة تزيد عن كيلومتر مربع من الجدار الأمني الذي تم اختراقه. وكانت بيت حانون في شمال شرق غزة
هي المدخلة للقوات الإسرائيلية للعملية البرية نهاية تشرين الأول أكتوبر. فالمنطقة المحيطة ببلدة بيت حانون شهيرة بالمزارع وبساتين فاكهة التين والصبار، إلا أن معظمها بات مدمراً وجرفته جرافات الجيش الإسرائيلي لفتح طرق للعربات المشاركة في الغزو البري، وحرثت أشجار الفاكهة والحقول والدفيئات بشكل فاقم من نقص المواد الغذائية حسب منظمة Human Rights Watch. نشر موقع المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات تقريراً تحدث فيه عن استمرار أزمة الولايات المتحدة في التطور التي بدأت بعد رفض تكساس مطالب الحكومة الفيدرالية بالسماح لحرس الحدود بالوصول إلى التخوم، وساعدتها في ذلك بعض الولايات التي ذهبت إلى حظر توقيع على عريضة رسمية دعماً لها. وقال الموقع في تقريره إن هذا النزاع بلغ ذروته بعد سماح المحكمة العليا الأمريكية لوزارة الأمن الداخلي بقطع أسوار الأسلاك الشائكة على طول الحدود مع المكسيك التي تمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين. وأمرت المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق بإزالة هذا السياج السلكي الذي يبلغ طوله 30 ميلاً والذي جرى تركيبه دون موافقة المركز كجزء من حرب حكومة الولاية ضد تدفق المهاجرين. بالمجمل أعرب حكام 25 ولاية بالفعل عن تضامنهم مع تكساس بشأن هذه القضية، ولكل منهم أيضاً الحرس الوطني الخاص به. وأبدت بعض هذه الولايات التي يسكنها في الغالب الأمريكيون الكلاسيكيون استعداداً لإرسال قواتها الأمنية لمساعدة تكساس. من جهته تجاهل غريغ أبوت الإنذار الرسمي للبيت الأبيض معلناً أن تكساس لن تمتثل مفعلاً المادة الأولى من الدستور الأمريكي التي تسمح بإعلان الأحكام العرفية في الولاية والتصرف دون الرجوع إلى الحكومة الفيدرالية. وعليه يمكن لأي ولاية في الوقت الراهن تجاوز بايدن من خلال طلب المساعدة من ولاية أخرى أو حتى دول أجنبية. في المقابل يرى بعض المراقبين والمحللين أن الأزمة في تكساس قد تكون خطوة متعمدة أثارها المركز الفيدرالي والقوى التي تقف وراء الديمقراطيين في السلطة الذين يعملون في الوقت الراهن على خلق ومفاقمة الاضطرابات الداخلية في الولايات المتحدة، محاولين بذلك تكرار استخدام نفس التكتيك الذي استخدم في انتخابات 2020. الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير المخصص لهذا اليوم. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس
لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. يطارد شبح المجاعة النازحين في رفح جنوب قطاع غزة وبالقرب من الحدود مع مصر، الذين يتدفقون إلى المنطقة بالآلاف يومياً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي كثف غاراته على المنطقة الوسطى من القطاع. وفي مقابل تزايد أعداد النازحين على مدار الساعة إلى رفح، يتزايد شح أبسط ضروريات الحياة، فلا يجد هؤلاء وبينهم أطفال ونساء وكبار سن ومرضى، لا يجدون ما يسد رمقهم ويقيم أودهم. حتى الطعام الذي توزعه المنظمات الخيرية هناك لا يكفي على تواضعه إلا نزراً يسيراً من النازحين الذين يتجاوز عددهم مئات الآلاف، نجوا بأرواحهم حتى الآن من عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي وقصفه الانتقامي العشوائي، لكنهم باتوا على شفير مجاعة حقيقية تهددهم بالموت. وعلى الرغم من تفاقم مأساة هؤلاء، فليس هناك ما يلوح في الأفق لتخفيف معاناتهم، خصوصا بعد حجب عدد من الدول المانحة مساعدتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، إثر مزاعم إسرائيلية أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13,000 في قطاع غزة، تقول إسرائيل إنهم ضالعون في معركة طوفان الأقصى. هذه المجاعة التي تهدد جنوب غزة يعيشها شمال غزة منذ ما يزيد عن شهرين، وما من نصير. ألا نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. Thank you.
مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من صدى الأقلام. دائما وأبدا ظلوا في عناية الله. إلى اللقاء.